في الجزائر يعني موجود هي اللي اشتغلت على الطالبات وكل الدراسات المهمة جدا مستوية ماهوش دراسات نظرية شبه جفاف وذكر أنا في الجفاف ورانا نشاهده بعدين مكونين بعض غير الجهود بعدين مكونين للتأثر مع المعطيات نتاع المناخ وشاركتنا في هذا اللقاء ملتقى دولي وين فيه مغرشات وكاين مختصين طلبة فلاحين يعني وحنتكلموا يعني كيفاه في المستقبل راح نواجهوا هذه التغيرات المناخية. كما على بالكم التغيرات المناخية هي ظاهرة عالمية ماهيش خاصة بالجزائر، ولكن الجزائر موجودة في منطقة حساسة وين رانا في تغيرات تقلبات مناخية كبيرة اللي نشاهدوها تقريبا في مدة هذه عندنا 4 سنوات. هذا الملتقى من خلاله قمنا بعرض دراسة اللي جسدت السنة الماضية خلال هذه الفترة، وين رصدنا كل الممارسات اللي تنتهجها الفلاحين، وقمنا بتقييم نسبة الوعي الفلاحين فيما يخص الممارسات الزراعية ونسبة الوعي بالتغيرات المناخية. وجسدنا هذه الدراسة كي تكون باش تكون لنا قاعدة علمية وتقنية.